والحديث مشاهدينا أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من تحت قبة البرلمان محمد فراس. محمد، أهلا بك في هذه التغطية الخاصة. حتى هذه اللحظة، ما هي آخر التطورات لديك؟ عملية التصويت جارية، ما هي أبرز الأخبار؟ نعم، بعد أن افتتحت الجلسة وأذن رئيس مجلس النواب الإنابة ببدء واستكمال هذا الاستحقاق الدستوري، بدأت الجلسة ب 195 نائبا، والآن العدد ارتفع إلى ما يزيد عن 195 بحسب تسريبات من داخل الجلسة، لكنه غير معلن بشكل رسمي. التدقيق والإعلام بشكل رسمي سيكون بعد التصويت كما تحدثت الدائرة الإعلامية. كما هو في النظام الداخلي، التصويت يكون بصورة سرية، والانتخابات تكون بصورة سرية لضمان يعني سير هذه العملية بشكل دقيق أكثر. وأيضا هنالك مرحلة ما بعد هذه المرحلة، هي مرحلة الإعلان عن النتائج. نتحدث عن ربما تحلحل الأزمة التي استمرت لأشهر طويلة، وطال انتظار هذه الجلسة وهذا اليوم تحديدا الذي فيه تحسم جميع المشاكل ولربما الأزمات القائمة داخل المجلس، ما إن انتهى المجلس من التصويت والذهاب باتجاه اختيار رئيس. نتحدث عن أزمات تتالت بصورة مستمرة وبصورة متعاقبة بسبب غياب رئيس المجلس، والذي أثر على تسيير العمل التشريعي والرقابي. نتحدث عن جلسة تسيير الآن بانسيابية، لم نسمع أي لربما خروقات أو مشاكل أو أحداث تخلخل سير الجلسة. لم يقرع المجلس كما اعتاد المجلس مرة ثانية في الأيام القادمة، يعني تخوفا من كسر النصاب، على العكس تماما، النصاب قائم الآن. هنالك ترجيحات كثيرة لفوز السيد محمود المشهداني بمقعد رئيس مجلس النواب الشاغر الآن. هنالك الكثير من النواب يتحدثون عن الفرصة الكبيرة التي بحوزة السيد محمود المشهداني لتسنم منصب رئيس مجلس النواب في المرحلة القادمة. هذه ترجيحات أخذت على أساس معطيات تأييدية من قبل الكثير من القوى السياسية داخل مجلس النواب. من هي هذه القوى السياسية؟ كما تحدث بانسيابية دون محمد لنسميها بالمسميات أكثر حتى يفهم المشاهد الكريم، يعني من هي هذه القوى السياسية التي ربما أعطت هذا التأييد اليوم تحديدا؟ إن جزأنا الحديث فلربما نتطرق إلى الإطار التنسيقي من جانب الاتحاد الوطني الكردستاني، من جانب هنالك عدد ولربما أغلبية سنية أيضا داعمة لمحمود المشهداني، كما تحدث بنفسه السيد محمود المشهداني أن هنالك دعم من أغلبية سنية لتسنم المنصب اليوم كما تحدث بأحاديث قبل الجلسة. بالتالي هذا التأييد وهذا الإعلان، لربما أيضا هنالك دعم من عدد من القوى الناشئة، وهنالك أيضا دفع بأن يكون محمود المشهداني من قبل هذه القوى هو من يعني يكون هو الشاغل لمنصب رئيس مجلس النواب في المرحلة القادمة. نتحدث عن نواب أشاروا إلى أنه سيصوتون بمن يروه جديرا بهذا المنصب، وإشارة أخرى إلى السيد محمود المشهداني من جانب آخر. بالتالي ربما اتضحت الأوراق قبل حسم المنصب، قبل حسم الانتخابات، لكن اعتدنا على المجلس بأن تكون له في الأواخر وفي الساعات الأخيرة لربما أحداثا طارئة، لربما تغيير للتوقعات والنتائج. إذن الأمر محسوم بما ستفرزه هذه النتائج فيما هو قادم من ساعات. ننتظر الإعلان بعد هذه الجلسة السرية. هنالك كتمان عالي وسرية عالية لمرحلة التصويت كما نص عليه النظام الداخلي، وكما طيب بما أنك تحدثت يعني محمد عن النظام الداخلي، بما أنه تحدثت عن النظام الداخلي، لنتحدث أكثر عن آلية التصويت. في الجلسة الأولى يكون التصويت سري، مدة هذه الجلسة كم تقريبا؟ ومن بعدها ما الذي يحدث؟ يعني لو تفصل لنا بالآلية يا محمد. بدءا من الدعوة لرئيس المجلس أو من ينوب عن رئيس المجلس إن كان الأكبر سنا منذ البداية أو الذي يدار الآن، والآلية التي تدار بواسطتها المجلس الرئيس بالإنابة للسيد محسن المندلاوي، يدعو النواب ومن ثم يعلن البدء للتصويت، وعلى أساس هذا الأمر توزع أو توضح الأوراق التي تستخدم
تفرز بشكل مرتفع عن منصة جلوس السيد الرئيس أو النائب الرئيس، وتوضح الورقة التي يتم التصويت خلالها، وتبين هذه الورقة حتى تكون الأمور أكثر شفافية، ومن ثم يعلن أو يذاع أسماء النواب، تذاع بشكل تدريجي على أساس قائمة موضعة من الأمين العام، ومن ثم يتوجه النواب تدريجيا واحدا تلو الآخر للإدلاء بأصواتهم بسرية داخل القاعة الكبرى، ومن ثم توضع في صندوق الاقتراع، ومن ثم يعلن نائب الرئيس ما ينوب عن من ينوب عن الرئيس عن انتهاء مرحلة التصويت، ويعلن بدء فرز العدوى الفرز. تشكل لجنة داخل القاعة من قبل عدد من النواب يكونون مراقبين عن مرحلة الفرز، تفرز الأصوات، تذاع بشكل تدريجي على أساس تسقط كاميرا مخصصة من قبل هيئة الرئاسة، تعلن الأسماء ومن ثم توضح كما في الفترات السابقة على سبورة، وتعلن النتائج بشكل علني تماما، تفرز الأصوات بشكل ظاهر أمام أعضاء مجلس النواب، ومن ثم يعلن الفائز الذي ينال أكبر عدد من الأصوات. الوقت الذي تستغرقه هو حسب، يعني ليس هنالك حدود أو أوقات معينة تبدأ على أساس، على سبيل المثال الساعة 4:30 وتنتهي بالسادسة ونصف، لا، الأمر متعلق بسرعة النواب لأدائهم لأصواتهم، لربما تتأخر ساعتين أو ثلاثة كحد أقصى، أو 3:30، كله معتمد على الآلية التي ذكرتها ومدى سرعة تنفيذ هذه الآلية، سواء بطرح أسماء النواب الذين يحق لهم التصويت، أو فرز النتائج أو إعلانها، كلها لربما 3 ساعات 3 ساعات ونصف تفصلنا عن موعد، عن معرفة من سيفوز بهذا المنصب ومن سينال يعني الدعم المطرقة الأكبر من قبل أعضاء مجلس النواب لأن يكون رئيسا لما هو المطرقة تحديدا، لما من سيمسك المطرقة لما تبقى من عمر المجلس التشريعي لما هو قادم من السنة الجديدة.